ايه لازم هذي، هاي زي البحريني. ايه زي البحريني، الامهات القبليين لبسون هذي الزي، لبسون الثوب القديم. ايه رمضان اهم شي العبادة، ايه اهم شي العبادة في رمضان، الصلاة القرآن هذي في رمضان. ايه وزيارات الاهل والاقارب صغيرة في رمضان، نتجمع ويا الاصدقاء يعني الفريج وهاللون. ايه نطلع نلعب وياهم برا، كنا صغار يعني وايد نلعب الخبصة، نلعب شو اسمه الحبل، وهي كلها في رمضان يعني لعبة. حياك الله يا رمضان بالقرع والبيديون. نحيي رمضان، نتشرف رمضان. البيت تجمع الأهل عند الفطور، هذا أحسن شيء. الأب الله يرحمهم والأمهات الله يرحمهم جميعا، والخوات والأخوان، نتجمعنا على السفرة يفرق يعني. يا معتر رمضان تفرق.